مرحبا بكم بقناتي تعلم العود مع رضوان عود ودراد. اليوم راح نقول أغنية وطني للسيدة فيروز، تابعوني. الأغنية على مقام نهاوند الدو. مقام نهاوند الدو في عنا بي بيمول وسي بيمول ولا بيمول. نشوف المقام: دو ري مي بيمول فا صول لا بيمول سي بيمول دو. رح نشوف أول شيء المقدمة وبعدين نشرحها. هاي المقدمة علامات بسيطة، منلاحظ انه في عنا البيضاء عملناها فرداش تريمولو، ومنلاحظ انه بالسطر الثاني كان عنا ذات سن المنقوطة اللي هي اللا، وبعدين كان علامات اللي هي علامات ذات سنين عزفناها بهالشكل: لا سي صول لا فا صول مي ري مي فا صول مي ري دو. بعدين رح نفوت بالغناء اللي هو سو سو صول دو سو لا صو فا صو فا مي ري مي ري دو سي لا لا صول لي وطني. تجي لازمة دو: يا جبل الغيم الأزرق سي لا لا صول كلازمة لا 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 دوري لي وطني دوري كلازمة لا سي لا لا دو سي لا صول سي لا صول ليه يا قمر الندي والزنبة يا قمر الندي والزنبة. تجي بعدين علامات سريعة للازمة اللي هي لا سي دو ري مي فا صول دو دو سي لا سي لا سي سي لا صول لا صول لا لا صو فا صو فا صو فا لي يا بيوت اللي بيحبونا. تجي لازم صوفا. إذن هون في عنا تافا تيفي تاتي سي سي لا صو لا صو لا لا صو فا صو فا صو صو فا مي فا مي فا مي فا مي يا تراب اللي سبقونا لا لا صو صو فا صو فا فا مي فا من مي ري مي ري ري دو ري دو دو سي دو سي لا سي لا صول. يا صغير وسع الدنيا وسع الدنيا يا وطني. عندي يا وطني من نعمل اول شيء سي لا طبيعي، بعدين سي لا بيمول صول، ونوقف على الصول. اذا هو هذا الجزء هو من عمل كرد الصول. اذا لما ابتدينا نحن ووقفنا بالمقدمه ووقفنا على الدو فكان نهاوند الدو. اذا هذا بسموه نهاوند الدو او كرد الصول. اذا وقفنا على الصول فهو كرد الصول، واذا وقفنا على الدو فهو نهاوند الدو. هاي بالنسبه لشرح مبسط لوطني للسيده فيروز. بتمنى يكون على الاعجاب، وبتمنى الفرج لاهل لبنان واهل فلسطين وبكل البلدان العربية. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والشير، وتابعوني على موقعي لتعلم العود www.عودودراد.com. أتمنى لكم كل التوفيق.